أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. هو يوم مختلف بعدما قررت الفصائل الفلسطينية في غزة الرد على عدوان الاحتلال واغتيالاته في القطاع. الفصائل وقد اختارت توقيتا مختلفا عن توقيت عملياتها السابقة، أطلقت على عملياتها عنوان ثأر الأحرار. حدود هذه العملية تذكر بمعركة سيف القدس الأخيرة والتي تمر ذكراها الثانية اليوم، إذ حددت الفصائل بنك أهدافها بأنه يمتد من غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب. وتوعدت الفصائل إسرائيل قائلة غداة إطلاق عمليتها إن أياما سوداء تنتظر الاحتلال، وأن الاغتيالات بالنسبة لها خط أحمر وسيكون له ثمنه. على الجانب الآخر، ذكر وزير دفاع الاحتلال يوف جالاند أن نحو 400 صاروخ أطلقت من قطاع غزة ووصلت في رشقاتها إلى تل أبيب، حيث سمعت أصوات انفجارات في وسطها وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي، إذ كعادته لا يكشف الاحتلال عن خسائره، إذ أصيب مستوطنون في مدينة أسدود ووقعت أضرار بمنازل في سيدروت، واندلعت حرائق في منطقة ساحل عسقلان نتيجة سقوط صاروخ. حالة الذعر بلغت أقصاها غرب المستوطنات المتاخمة للقطاع، وتحديدا مستوطنات غلاف غزة، فسكانها بقوا في الملاجئ خشية رد المقاومة، وهي مستوطنات يبلغ عددها قرابة 50 مستوطنة، يقدر عدد سكانها ب55 ألفا، وتقع في مسافة تبلغ قرابة 40 كيلومترا في محيط القطاع. رد المقاومة اليوم يثبت من جديد أن فلسطين قادرة على التصدي لجور وظلم الاحتلال وحتى إحقاق الحق بل وانتزاعه. لمتابعة التطورات ينضم إلينا من قطاع غزة باسل العطار مراسل المملكة. باسل، أهلا بك. بداية دعنا في صورة المستجدات من عندك. نعم طارق، نبدأ بالإحصائية أو آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. نتحدث عن ارتقاء 21 شهيدا إلى جانب ما يقرب من 64 إصابة وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة. ميدانيا ما زال التوتر هو السائد في القطاع، غارات إسرائيلية لم تتوقف استهدفت إلى جانب الأراضي الزراعية وأراضي أيضا فارغة وسط تجمعات سكنية، ويمكن وصفه بالتطور الخطير. قبل قليل استهدفت طائرات الاحتلال منزلين يعودان لمواطنين في منطقة خان يونس جنوب القطاع وأيضا في شمال القطاع، وهذا استدعى ردود من الفصائل الفلسطينية التي كانت قد حذرت من هذا الأمر في بيان الغرفة المشتركة اليوم، وقالت أن استهداف المدنيين هو تجاوز لمنازل المدنيين هو تجاوز الخطوط الحمراء وسيدفع الاحتلال ثمنه. وقبل قليل كان أيضا تصريح لحركة الجهاد الإسلامي أن مضي الاحتلال في هذه السياسة سيصعد من قصفها لتل أبيب والعمق الإسرائيلي. في المقابل تمكنت الفصائل الفلسطينية اليوم من إطلاق رشقات صاروخية رغم كثافة الغارات الإسرائيلية، تطورات نوعية يمكن وصفها للمرة الأولى منذ عدوان عام 2021
تتمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز الغلاف بقذائفها الصاروخية لتصل إلى جنوب تل أبيب، أي أننا نتحدث عن ما يقرب من 80 كيلو مترا، وأيضا إلى جانب قصف بئر السبع للمرة الأولى منذ بدء هذا العدوان، وبذلك تترجم الفصائل التهديدات التي أطلقتها على مدار الساعات الماضية في أعقاب اغتيال إسرائيل 3 من كبار قادة سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. أما على المستوى الداخلي، قبل قليل تم الإعلان عن تعليق الدراسة يوم غد في كافة المؤسسات التعليمية في غزة، واستمرار العمل بالحد الأدنى بالوزارات في القطاع، إلى جانب أيضا إطلاق وزارة الصحة مناشدة عاجلة بفتح معبر بيت حانون إيرز الذي ما زال مغلقا حتى يتمكن ما يقرب من 300 مريض ومرافقيهم وهم من أصحاب الأمراض المزمنة ويعانون من مرض السرطان من الوصول إلى مستشفيات القدس وأيضا الضفة الغربية لتلقي العلاج، إلى جانب أيضا 15 حالة تحتاج للعلاج بشكل عاجل في ظل ضعف الإمكانيات وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع. هذا سريعا طارق ما يمكن رصده خلال هذا اليوم. يعني نستطيع أن نسمع صوت الطائرات التي يطلق عليها الطائرات الزنانة، هذا واضح ربما تحلق بكثافة في فضاء وسماء قطاع غزة، أليس كذلك باسل؟ نعم، هي لم تغادر سماء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بل أنها لم تغادر حتى منذ جولة التصعيد التي كانت قبل حوالي أسبوع. إسرائيل ما زالت تغطي سماء القطاع بهذه الطائرات، إلى جانب أيضا الطيران الحربي الذي يدخل بين الحين والآخر لتنفيذ غارات باتجاه مناطق مختلفة في قطاع غزة. نحن نتحدث عن استهداف اليوم طال كافة مناطق القطاع من شماله وحتى جنوبه، تم استهداف العديد من المناطق، وأيضا ارتقى شهداء نتيجة هذا القصف الإسرائيلي الذي ما زال متواصلا، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بحسب المصادر الطبية. طيب باسل، ذكرت بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أراض زراعية شرق خان يونس وكذلك شمال مدينة غزة وجنوبها، يعني لماذا استهداف الأراضي الزراعية بتلك الكثافة من الغارات الإسرائيلية؟ إسرائيل تقول أنها تستهدف مقدرات الفصائل الفلسطينية من خلال هذه الغارات، وأن هذه المناطق تستخدم لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاهها. لكن طارق، اليوم على الهواء مباشرة كنا قد رصدنا غارات إسرائيلية استهدفت مناطق لم يطلق منها أي قذائف صاروخية، وإنما تحاول إسرائيل استهداف هذه المناطق ضمن سياسة يرى الفلسطينيون أنها تهدف لأمرين. الأمر الأول هو الإبقاء على حالة الرعب بين الفلسطينيين هنا وخلق حالة من الضغط على الفصائل الفلسطينية بأن الغارات ما زالت متواصلة، وضمن سياسة أخرى تحاول إسرائيل دائما تكبيد الفلسطينيين أكبر خسائر ممكنة في كافة القطاعات بما في القطاع الزراعي من خلال عمليات القصف التي تركز بشكل كبير وتستخدم فيها إسرائيل أكثر من قذيفة صاروخية بشكل متزامن لنفس الهدف أو لأكثر من هدف بنفس التوقيت، وهذا يعزز ما تحاول إسرائيل فعله من ضغط على الفصائل الفلسطينية للقبول بوقف إطلاق النار غير مشروط وأن تتوقف الفصائل عن إطلاق القذائف الصاروخية، وهذا حتى الآن لم يتم، فالفصائل ما زالت تطلق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على الرغم من الغارات الإسرائيلية والتحليق المكثف لطائرات الاحتلال، وهذا يعد نجاح وفق متابعين للفصائل الفلسطينية. طب ما يصدر من بيانات عن غرفة العمليات المشتركة؟ قبل قليل ذكرت أن الجهاد الإسلامي كانت لديها تصريح أو بيان، حماس كذلك، هل تعلق أم أن الأمر متروك حصريا لغرفة العمليات المشتركة ولحركة الجهاد الإسلامي؟
حتى الآن الفصائل الفلسطينية تعتمد سياستين. السياسة الأولى متعلقة بعمليات الرد، حيث يتم إصدار بيان من الغرفة المشتركة التي منذ بداية هذا العدوان واستهداف قيادات من سرايا القدس تحدثت عن أنها سترد على هذه الجريمة، وأن هناك تنسيق بين الفصائل الفلسطينية والذي بات عنوانه الغرفة المشتركة التي تمثل كافة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية. وهذا ما حدث خلال إطلاق الرشقات الصاروخية ظهر اليوم، حيث أعلنت الغرفة المشتركة المسؤولية عن إطلاق هذه القذائف الصاروخية. السياسة الأخرى متعلقة بتصريحات الفصائل بشكل فردي، وهي تنصب بنفس اتجاه وتعزز من بيانات الغرفة المشتركة أن هناك توحيد للجهود، حتى على مستوى الحديث الذي كان متصاعدا طارق في ساعات المساء اليوم حول إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار وأن هناك نجاح للجهود. كانت مواقف الفصائل الموحدة أنه لم يتم بعد الوصول لوقف إطلاق النار، وأن الفصائل ما زالت تتمسك بشروطها المتعلقة بوقف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، إلى جانب أيضا وقف العدوان بشكل فوري. وحتى الآن الحديث عن تعثر هذه الجهود في ظل رفض إسرائيل الالتزام بهذا الأمر، وأن إسرائيل ما زالت تريد وقف إطلاق النار غير مشروط، وهذا ترفضه الفصائل بشكل تام حتى هذه اللحظة. طيب، من بين الشروط التي تصر عليها فصائل الفلسطينية في القطاع، وهو الشرط الأساسي وقف سياسة الاغتيالات، هل هناك أيضا من مطالب تتقدم بها الفصائل إلى الجهات التي تتوسط لإحداث وقف لإطلاق النار ثم التهدئة؟ سيكون للفصائل المقاومة ربما هذه المرة مطالب مختلفة، ضمانات ربما يعني تمنع إسرائيل من القيام بأي عدوان على القطاع. حتى الآن الفصائل الفلسطينية تتحدث عن شروطها لإنهاء هذه الجولة فقط، نحن نتحدث عن وقف سياسة الاغتيالات، ما زالت الفصائل تتمسك بهذا الشرط بشكل كامل، خاصة وأن إسرائيل كانت قد اخترقت وقف إطلاق النار فجر أمس بعملية الاغتيال التي تمت في القطاع، إلى جانب أيضا وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ربما هذه الشروط طارق تأخذ الشكل الذي ينهي هذه الجولة في حال تقدم طبعا الجهود وجهود الوسطاء والنجاح بإجبار إسرائيل على القبول بهذه الشروط، لكن لا يمكن التنبؤ هنا في غزة بالوضع الميداني حتى في حال وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن الفصائل تتمسك بثلاثة أمور لضبط الأوضاع في غزة متعلقة بمدينة القدس وانتهاكات بمدينة القدس، فهي قادرة على تفجير الأوضاع من جديد حتى في حال قبول إسرائيل أو عودة الهدوء إلى القطاع. الجانب الآخر متعلق بوقف الاعتداءات في الضفة الغربية واقتحام المدن، والجانب الثالث متعلق بقضية الأسرى التي كانت شرارة لانطلاق المواجهة قبل حوالي أسبوع بعد استشهاد خضر عدنان. هذه الشروط تضعها الفصائل كضابط للوضع الميداني بشكل كامل في غزة، لكن الآن ما تتحدث عنه الفصائل هو متعلق بإنهاء هذه الجولة فقط. وحتى الآن الحديث عن شد وجذب، الإعلام الإسرائيلي يتحدث أحيانا عن استعداد إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن رفض إسرائيلي لأي شروط لوقف إطلاق النار، على الرغم من أن هذا الشرط المتعلق بوقف الاغتيالات هو أمر ممكن وفق متابعين، لكن إسرائيل ترفض، وخاصة نتنياهو الذي يحاول الخروج من هذه الجولة كمنتصر يرفض أن يقال أنه قبل بشروط الفصائل، وبالتالي الفصائل تقول أن الميدان هو ما سيجبر الاحتلال على القبول بشروطها. طب قبل الاتصالات الجارية مع من، يعني مع الجهاد، مع حركة حماس، مع من تجري؟ اليوم كان هناك تصريحات من الفصائل الفلسطينية ربما جميعا، الأولى كانت من حركة الجهاد نفسها التي أكدت أن هناك جهود مصرية تبذل وأن هناك وساطة تبذل في هذا الأمر، لكنها لم تصل بعد لاتفاق نهائي. حركة حماس أيضا، وعلى لسان مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال أن هناك اتصالات مصرية وقطرية وأممية لإعادة الهدوء إلى القطاع. هناك فصائل أيضا أخرى
كالجبهة الديمقراطية التي أصدرت بيان وقالت أن هناك تواصل مع الجانب المصري وأنها ترحب بالجهود لكنها تشترط وقف إطلاق النار أو إيقاف الاحتلال لعدوانه المستمر على قطاع غزة، وبالتالي جهود الوساطة تنصب باتجاه جميع الفصائل الفلسطينية التي هي الآن في الميدان والتي تنضوي تحت مظلة الغرفة المشتركة التي كما أسلفت باتت عنوان لتوحيد الجهود. الفصائل تحاول حتى آخر لحظة التأكيد على أنها متوحدة في الميدان وأيضا متوحدة في القرار المتعلق بأي وقف لإطلاق النار في القطاع. أنا أشكرك من غزة باسل العطار مراسل المملكة، شكرا جزيلا لك.